باب المحن بيجي النور، ودايما في شباك امل جوه العتمه ما بيشوفوش غير اللي عايز يشوفه، اللي بيحاول وبيقاوم وما بيستسلمش. مفيش حاجه اسمها شر، لكن في حاجه اسمها ازمه وهتعدي. موضوعنا النهارده يخص الاسره، حلم اي اسره، سر من اسرار نجاح اي بيت، وهو الاحلام المشتركه، ان يكون في حلم مشترك بينك وبين اهل بيتك. يلا نشوف راي الناس في الشارع عامل ازاي. احنا النهارده موضوعنا اسري شويه، بنتكلم عن البيوت. شايف علشان بيتنا ينجح، علشان راجل وست يعيشوا كده مبسوطين، في اسرار لنجاح البيت ده، تفتكر ايه مثلا من ضمن اسرار نجاح البيت؟ تمام. هو اولا مبدئيا يعني انا في رايي اهم حاجه، بس هي زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى، الموده والرحمه. الله، يعني هي اهم حاجه، شيء اهم شيء يبقى في موده، ما يبقاش في ضغينه بينهم، ويبقى في فكر. يعني ابتدي انا زعلان منك، ما اقول لك ايه المشكله، يعني اجيب المشكله من اولها، من بدايتها كده، المصارحه. انا المصارحه بالظبط، هي زعلانه مني في حاجه، مفيش مشكله. ونرجع بقى للزمن الجميل بتاعنا، اللي هي تتحمل الظروف الاقتصاديه، ما هو يوم كده ويوم كده، يعني يوم لحمه ويوم صدق. قول لي، احكي لي، انا مشتاق اسمع الكلام ده من الناس الجميله اللي زيك. والله زمان كان اقول لحضرتك البيت مثلا مكون من 3 طوابق او 4، ممكن ده كله على شويه بصاره، ايه المشكله؟ يعني مفيش مشكله، وطلعت طعمها جميل قوي على فكره. كان في رضا. واحد الجبنه قديمه وطماطمايه، وكله قاعد وبياكل وبيقولوا الحمد لله. وعشنا وزي الفل، وتعلمنا وجوزنا عيالنا، وعيالنا دلوقتي خريجين جامعات، منهم اللي متجوز ومنهم اللي في دراسته، والحمد لله. والدنيا كانت ماشيه، ما كانش في بقى حته اللحمه دي، مش عارف بقت ب 200 ب 300 مش عارف ايه. المهم القناعه، الله، دي اللي ما بقتش موجوده. مش عايز اجي على الست المصريه بتعاني اشد معاناه، يعني عليها مسؤوليه، ومسؤوليه كبيره جدا. فيا ريت اللي بطلبه من 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 ازواجنا احنا الناس الكبار، يعلموا اولادهم، علميها القناعه، علميها يوم كده ويوم كده. النهارده بنتكلم عن حلم الاسره. اي بيت سعيد واي بيت ناجح، تمام، لازم يكون له شويه خطوات كده نعملها. تمام. من ضمن الخطوات دي ممكن يكون ايه؟ اكيد بيبقى في هدف مشترك بينهم، ان هم بيحاولوا يجمعوا عند نقطه معينه، اللي هو التربيه طبعا للاولاد، يكون في نطاق طبعا ديني، ونطاق طبعا تعليم يكون جامعي، علشان طبعا العلم والدراسه ده اهم شيء، عشان نقدر نسيبهم كمان في الحياه ان هم يقدروا يكملوا، ويبقى المستوى بتاعهم كمان يقدروا يتعاملوا في المجتمع، ويفيدوا نفسهم ويفيدوا مجتمعهم اللي هم فيه. والحمد لله فعلا انا ماشي على نفس الخطوات ديت، عندي الحمد لله بنتين وولد، عندي 2 جامعين وواحده اعداديه دلوقتي الحمد لله، ما شاء الله. وفي نانو تكنولوجي ابني اللي هو الكبير، فمتخصص طبعا في علم النانو، فده حاجه هتفيد بلده وهتفيد ان شاء الله. فكل حياتي كلها حاططها وراس مالي كله في تعليم اولادي، ده هدف مشترك انا وزوجتي، وبيدي جمعنا تاني الحلم ده موجود عندنا لغايه ما حققنا عندنا مكاننا بتاعنا، واشتريناه وتعبنا فيه. يعني خلصتوا حلمه وبتخشوا على التاني؟ حضرتك انا حققناه فعلا انا وهي، بس طبعا مع الحلم دوت الحمد لله، يعني ايه، ما هي سابتني في الطريق دلوقتي، متوفيه بقى لها 3 سنين، وانا بكمل الهدف بتاعها وهدفي طبعا. عجبني الكلام، اتمنى من الله سبحانه وتعالى، بس انا طبعا راضي ان ربنا سبحانه وتعالى اختبرني ان انا اكون على قد المسؤوليه، واتمنى ان انا اكمل. قلت لي كلمه حلوه قوي، ان زوجتك توفت وانتوا كنتوا متفقين على احلام معينه تعملوها، نجحتوا في تربيه ولاد، ونجحتوا ان انتوا تشتروا بيت جديد، وفي احلام تانية جايه في السكه. انا عندي هدف كمان الحمد لله، انا ما فكرتش في ان انا اتجوز حد بعدها اصلا، ومش هقدر، لان اصلا الحب اصلا ما بيجيش الا مره واحده، ده في رايي الذاتي. خدتوا بعض عن حب؟ طبعا. عشتوا مع بعض كام سنه؟ انا يعني بالظبط اللهم صل على النبي حوالي من 18 سنه و10 شهور و13 يوم. كان في احلام مشتركه ما بينكم حققتوها، احلامنا، وفي احلام جايه كنتوا متفقين عليها. احنا كنا متفقين انها كانت هتطلع تحج عشان عمره، بس ما سعفهاش الحظ، لانها 8 سنين كانت عندها مرض شديد، المرض اللي هو الخبيث ده الله يرحمها. بس انت تقدر تكمل؟ انا طبعا لا، الحمد لله انا عندي اسرتي واولادي متدينين جدا. لا، انا اقدر تكمل ان انت تطلع عمره مكانها. انا اقدر اعمل الكلام ده ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله.